يلا اجيت اجيت. لك تبع العطايتي العطايتي. ايه ماشي. يا هلا مارسيلا. عمر بيك نورت سنيور ماركو. عمر كيفك؟ انا كتير مبسوط لاني شفتك. شكرا لك. اوه غسان ماركو كيفك؟ غراتسي ستوبيلا ستوبيلا غراتسي ستوبيلا غراتسي. اوه هاي الهلوة. كنا عم نحكي انا ومارسيلا بالطريق. السيد عمر اذا ما في بحياته مره حلوه كيف عم يقدر يصمم ويرسم هالكنادر الحلوين للنسوان؟ بس هلا انه مستحيل يصمم هالتصاميم الحلوه اذا ما في بحياته ست. بس ليك الست قدامنا حلوه وظريفه. عمر انت كيف بتخبي عنا؟ لا يكون في عندك اخبار حلوه. عمر 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 ديما. مرحبا انا اسمي ديما مساعدته لعمر. ديما بتكون خطيبتي. معلوم في بحياتي احلى ست. ديما هي حبي، حب حياتي كلها. عن جد تجننوا فانتاستيكو. انا مبسوطه اني تعرفت عليك. وانا كمان. شو هالجمال، شو هالحلا والزرافه يا سينيوريتا. ثانك يو. غسان انت منيح؟ انا منيح، اتشردقت شوي ما في شي. خلص خلص كملوا. تفضلوا تفضلوا خلينا نفوت. عمر خاطبين من جديد؟ من جديد، صار لنا شهر مو؟ حياتي ليش عم تديري وشك؟ من شو خجلانه؟ ايه شهر ايه؟ يا عمري تفضلي تفضلي. تفضلي. روحي. شوف على الحظ رح نتسلى كتير. الله عليك. كتير حلوة. استنوا استنوا قبل ما ناكل بدي وقع لكم على كتابي. حضرتك كاتبة؟ وكاتبة رائعة كمان. بدي أقول إنه الحب بيمرق بثلاث مراحل. الأولى بسموها الحب عن بعد، يعني الحب من النظرة الأولى منتأثر فيه ومنأثر بالطرف الثاني، يعني بيكون الحب بعيد ومنسعى لأنه نقربه. وهذا بكتابي الأول. وهذا كتابك الثاني ما؟ اسمه الحب من القمة؟ سي الحب من القمة المرحلة الثانية، وهذا بيسموه مخدر العقل وبخدر العيون والشفايف تتخدر الجسم كله، يعني لينزل للأسفل. ايه فهمت عليكي. أقرب طريق لقلب الزلمة دايما بيمرق من معدته من فوق لتحت. ظريفة كتير. هتتأثروا بهذا الكتاب صدقوني. وانطبع ب 18 بلد كمان. لو تعرفوا هالكتاب شو أنقذ محبين كتار. إذا هيك أنقذينا لقلنا. مجموعتي من ثلاث كتب، أول واحد الحب عن بعد، والثاني الحب من على القمة، الحب المحرم من الزنار ونازل. مو معقول خطيبتك شو ظريفة. الحب المحرم. أنا كيف ما فكرت بهذا الاسم؟ كتير حلو. بس لازم ينطبع بإيطاليا وهن ما بيفهموا بهاللغة يلي عنا، بس بطبعتي التركية ممكن استخدم هالاسم. عمر لسه متذكر عملت لنا الشوربة الفرنسية الرائعة؟ معقول انسى يعني؟ تصور انه لفينا كل العالم ما اكلنا مثل هيك. لا تواخذونا ما في شيء من واجبكم، كلها شوربة بصل. ولو صحتين وهنا على قلبكم، تفضلوا. جراتسي. يلا وين تعرفتوا؟ بداية القصة. بالمطعم التقينا. بالمطعم ولا بمحل شغلك؟ الحب طير عقلهم لهدول حياتي. هيك شايف؟ بالمرة مسح حاله على الخالص. هلا وعمر وديما هي كانت مساعدته ولهلا هي مساعدته. قام حبوا بعضهم يمكن لأنه دائما مع بعضهم بيضلوا لازقين مع بعض مثل حبات العنب. بموت بهيك اثنين مثلكم. شو رومانسي.
مثل أفلام الحب ما هيك؟ إيه بالأول مين هاب الثاني؟ وكيف اعترفتوا لبعض؟ احكوا شبكن؟ يمكن بكتابي الجديد أحكي عنكن. حبيبتي بالأول إذا بدك أحكي أنت يلا. أنا ما بقدر أحكي. عمر باكي بتذكر أكتر، هو خلي يحكي لكم. يلا عمر احكي. ما بيصير، دائماً الحق بالكلام بالأول للسيدات. يمكن في تفاصيل بدها تخبيها، والرجل ما بيعرف بهيك شغلات فبيحكي كل شيء. مزوق كتير حبيبي. يلا احكي. بس أنا شو بدي أحكي للجماعة؟ شو أحكي؟ هلا إذا غلطت بشي مو حلمي بحقك. حاجة تدللي ديما، دائماً تتدلل الصبايا ودلالهم. يلا. طيب إذا هيك رح أحكي. يلا أحكي لنشوف. والله عمر بيك ما بعرف من إمتى حبني، بس برأيي من زمان بحبني، لأنه هو بصراحة دائماً بيتصل فيني، ما بيتركني لحالي، ودائماً بده يشوفني. بالأول استغربت ليش هالاهتمام، بس دائماً هو بيبين لي هذا الوش البشوش. عمر وشه بشوش مزبوط؟ يعني تخيلوا لهالدرجة وأكتر، لو تشوفوا وشه كيف بيضلوا ضحوك. مهضوم كتير. هذا عمر. شو خجلت يا روحي؟ حسابك بعدين ديما، عم تفهمي؟ ايه اكيد. حلوة كتير قصتكم، هالهوب بيستاهل ينكتب. لكي بكرة بدك تحكي لي التفاصيل كلها، مستحيل يدي علي هيك موضوع. طبعا طبعا بحكي لي. احكي لها احكي لها، يلا احكي لها. وانت قاسم احكي لنا عنك، ما في عندك هيك شيء قصة حب حلوة تحكي لنا عنها؟ هو في قصة وما في، يعني في قصص كتيرة بس ما في شيء مستاهل. يعني انت ما قدرت تلاقي حب حياتك مثل قمر. بلا بلا لا 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 انت اليوم مانك طبيعية. لا لا هو ما لقى، انا غلطت بهذا الشيء، خليني اسكت واكل احسن. وزيادة بكفي هيك، شكرا كثير. صب لك شوي. نو غراتسي. وانت ست ملاك. شكرا حبيبتي. طيب ماشي. اعطيني ايدك. وينو خاتمك؟ اصبعتك بدون خاتم، وينو خاتم؟ شو خاتم الخطبه يا ديما؟